السلام عليكم أعزائي الطلاب، معكم مدرس خالد من منصة كواليتي مرسين. طلابي الأعزاء، رح نكون هون رح نحل أسئلة القسم الأول من الدرس. فهون كاتبين كينديميزي دينيليم، يعني اللي أجرب نفسي. طبعا هون نحن أنا بتمنى قبل ما نحل الأسئلة دائما، وهي خدوها قاعدة بكل المواد مو بس بالفن، بأنه قبل ما تحلوا الأسئلة حاولوا تقرأوا الدرس منيح، حاولوا تقرأوا مرة مرتين ثلاثة، هيك بيكونوا ضربتوا مثل ما بقول مثل عصفورين بحجر. هم بيكون درستوا الدرس منيح واستوعبتوه، هم رح يكون حل الأسئلة سهل كتير، ورح تحلوا عليه تحلوا بشكل صح. قسم كبير من الطلاب، وأنا بتذكر أنا كمان كنت طالب يعني بعمركم، بس ما حدا كان ينصحني. هلأ أنا عم بنصحكم، كنت أول ما أشوف وظيفتي أرقد على حل الأسئلة. هون بعض الأسئلة أحلهم، بعض الأسئلة ما أعرف أحلهم، وأدور عليه وأتركهم فاضي وأحلهم غلط. ليش؟ لأنه أنا كنت أغلط ما أقرأ الدرس. أنتوا لازم تقرأوا الدرس، تمام؟ تقرأوه مرة ومرتين وثلاثة تستوعبوه، بس شفتوا حالكم استوعبتوا الدرس فوراً تجوا على الأسئلة، تمام طلابي؟ هلأ لنبدأ ونبلش مع بعض درسنا. هلأ طبعا دائما مبينه من دباجة السؤال دي ويه، فورا بتجوا على صح وغلط. لا، انا بنصحكم تقراوه بشكل سريع. اشهد كي فادلردن دورو اولانلارن باشنا دي، يانلش اولانلارن باشنا يي يازنز. هيك بتكون طمنتوا انه شو بتكون تساوي، تمام. هلا راح نشوف شو هن الاجابات اللي نحن راح نشوفها صح ولا غلط. أول سؤال شو بيقول لك؟ كاياجلار يعني الطبقات الصخرية. دش فاكتور ليرلي، فاكتور ليرلي. شو معنى دش فاكتور ليرلي؟ عوامل الخارجية، عوامل تأثيرات الخارجية. بارشالان ماك لا بارشالان راك بيقطع، كايا صخر، تاش حجر، شكل بحص، كوم دونشور. أنتم ملاحظين؟ كايا صخر بيكون كبير، تاش شوي أصغر، شاكل أصغر، كوم هيك حبة، كل ما صغر بيتغير الاسم. طبعا بالعربي نفس الأسماء أنا كررت لكم. هو فعلا الكايا جلار بعوامل الخارجية مثل المطر وكذا؟ إيفيت يس دورو، تمام. كايا جلارن فارقل رينكتي أول ما سنن سببي، سبب أنه ألوانه مختلفة. يابل سندكي فوسيل ليردير، يعني من بنية الفوسيل مستحاثات ما دخل، لا أبدا يانلش. السبب لأنه بيكون نوعية معادن مختلفة فيه. بتون كاياجلارن رينجي في بارلاكل أينيدر، مستحيل كل الحجار نفس النوع، لا، ونفس اللون ونفس اللمعة، لا. بارلاك نيدميك بارلاك لميع، بارلاك اللمعان، رينج تعرفوا رينجي. يركبوا قشرة الأرضية كاياجلاردان أولوش مشتر، مكون من طبقات صخرية. دورو إيفيت يس. كاياجلار طبقات صخرية. يانار دالاردان شو هنن؟ شو هو اليانار دا؟ رح أرسمكم هيك رسمة على السريع. يانار دا هيك بيكون جبل، هيك شو بيكون؟ هذا بركان نحن منقول بيسموه يانار دا. Yer yüzüne ulaşan magmanın soğuyup bibrat katlaşmasıyla oluşur. Yani mukavvan min tabakat tıbberrad min magma. Hada şey şu? Doğru, sah. Tamam. Akid ecvibkon muttabqa ma ecvibti. Hek ya. Ana mütakked ya şuttar. Hala. Rahin belleş. Bil be. Aşağıdaki ifadelerden yola çıkarak, yani رح نمشي هاي لعبة انتو بسنوات الماضية رح نقرأ المعلومة، إن كانت غلط نمشي بطريق اليانلش، إن كان المعلومة صحيحة نمشي بطريق الدورو، تمام؟ هيك بقو أويقون چكاجك. آخر شي بدنا نشوف بأين باب رح نطلع من أي باب. في عندك كم باب؟ سيكيس چكش. من أي باب رح نطلع ما بعرف، لنشوف نقرأ. يانلش كان، تمام أنا هيك شرحت، أكيد أنتوا رح تقرأوا رح تلاقوا نفس الشيء.
yer kabuğu kayaclardan oluşmuştur. Mukavvan min tabakat sahriye el kışral ardi. Doğru. Mşine hek. Doğru. Nıkra had. Hada khalas ma dekhalna fi. Kayacların yapısında mineraller bulunur. Bünyet el kayaclar fiyo mineral şuhunnen mineral mineral maaden mineraller maaden ma'nata doğru nemşi kemen bit tariq sah. Tamam. Hala rah nşuf bi'tibar enno sar tariqna tawil. Akhir tariq, akhir bab rah nşuf. Ya bab birinci çıkış ya ikinci çıkış. Kayaclar tabakat el tabakat sahri. Magmanın soğuyup هو عبارة عن تبرد الماجما. Katı laşması sunucu oluşur. Mukavvan min tabakat sahriye. Mubarrade min magma. Doğru. Taban sual ablo, ince bitzekeru, halena nefsi şey. Ma'nata entu şu? Bidna nıtla min birinci çıkış. Ma'nata kan ecubtna sehle. Hala rah nşuf hada sual, rah tihillu حسب انتم ما تشوفوا مناسب. كاياج طبقات صغري سوزجونو هر بير حرفيني كل حرف منه كلنا راك بو كافرامي اتشك لايان اكروستيش يعني افقي بشكل هيك افقي هيك يظنز ك اي كلمة بتشوفها لها علاقة بالكاياج انا بشوف كايا صخر انا ما لقيت بجوز بالمدرسة استاذ كوني لاي يه يركبو چه چاكل چاكل شو هو بحص تمام طلابي هلا رح نشوف هون مخطط كاياجلار طبقات الصخرية كاياجلار في عنا هون أمثلة aşağıdaki kavramlar haritasında kutularının bil'ulab hedol içindeki cuvata boşluklarla bil feragat uygun sözcükler yazınız. Tüktübüva bi kelimat el münasibi. Uygun sözcükler. Tamam. Hala rahen şu. Örnek kayaclar adına emsili an kayaclar örnek. Kaya. Tamam. Kemen. Taş. Kemen. Çakıl. Bahs yani. Ufi kum. Raba. Kum. Tamam. Hala rah nşuf. Halletu hek. Tamam. Hala rah nşuf el misal el bado. Hon lisa kemalt el muhattat. Ekonomik değeri olanları. Yani min kayajlar. Li ilon ehemmiye bil ekonomik. Şu min semmi nihne? Maden. هلا هون نكتب معدن يعني معدن معدن أرنك مثل شو عندي أهم شيء ألتن الذهب ألتن جمش جمش كمان بكر نحاس تمام هيك بيكون نحن انتقلنا للسؤال بعده مجموعة A هي فراغات aşağıdaki cümlelerle kutucuklarda verilen uygun kavramları eşleştirerek noktalı alanlara şu manada mesahat yazınız نكتبه şu عندي هون demir حديد هام مادة خامة يعني مادة غير مصنعة كاياج طبقات صخرية معدن معدن بور المعدن البور مرمر الحجر المرمر تمام هلا رح نشوف رح ندقق أول شيء بالكلمات الموجودة عندي شو بيقول ايكونوميك دائرة القيمة الاقتصادية ذو قيمة صاحب مينرال يادا كاياجلارا دينير شو منقول عنه؟ معدن
وبير. تمام؟ altın, gümüş, bakır ما راح ترجمون اكيد انتم صرتوا حافظانينا. gibi madenlerin معادن اللي بيشبه هذول bulunduğu kaya kütlesine موجود على شكل كتله شو؟ شو؟ kayaç. هذا رقم 2. 3. doğadan elde edilen. elde edilen. بالطبيعة بنحصل عليه بالطبيعة. دوا طبيعة. دوادان elde edilen bir ürün. üretmekte kullanılan. منتج نستخدمه بإنتاج المنتج يعني نستخدمه هذه المنتجات. مادلرين işlenmeden لسه ما اشتغلنا فيها örnek teki dua durumdur يعني لساته على طبيعته ناخذها بالطبيعة شو بنسميها؟ هام مادة، مادة خامة مثل البترول، مثل الفحم، كمر، كمر، بترول، دمير، هدول بناخذهم بالطبيعة لسه هام مادة، بعدين بناخذهم على المعامل ومنصنع على المواد الثانية. ها لهلا عرفنا ثلاثة منهم. دوردنجو تميزليك ürünlerine الأرينده كولانلان مادة مادن دير معادن اللي بتستخدم في إنتاج التميزليك شو هو؟ بور. بتتذكروا أنا قلت لكم هدوك المعادن اللي بالدرس الأول لازم تحفظوا كل معدن شو بنستفيد منه، لأنه رح يجي منكم أسئلة إما توصيل إيش ليش تيراليم، إما بويلا بوش براكلاني إير، إما دوري يانلش. ترافيك لاف هالارينين لوحات الترافيك ياب من دا كولان لان معدن دير معدن اللي بيساوي منه لوحات الترافيك شو هو؟ دمير. بيش ألت زاتن بإيهاد مبين متفقتا تزقها لارندا كولان لان معدن دير يعني معادن بنستخدمها مثل بالمطابخ هيك محل ما بيحطوا مجليات وكذا محل الجلي مرمر قالت. تمام هيك؟ اكيد انا واثق تماما انتم كمان هيك حالين بالنسبه للاسئله. هلا راح نشوف اظن هاي اخر مجموعه بالاسئله. صوره 1 2 3 4 من الاشخاص معهم خيمه أظن أكثر كمان، سيارة جبلية، عدة كاملة مكملة، عم يعملوا أحد وحاطين مثل شريط عصي وشريط مشان الناس اللي ما لها علاقة بالشغل ما تجي على هاي المنطقة وإلا راح تأذي هذا الفوسيل. هذا فوسيل أظن لكائن ضخم بين ديناصور. تمام؟ هلا راح نشوف شو مكتوب هون بالنسبة للأسئلة. Yer yukarıdaki görselde insanlar ne yapıyorlar? Hel insan şu abisavu. Bir fosil araştırmaya yapıyorlar. Am ya'melu bahs ana ahad el fosil. Şuf hada şuhud hamil ma'a fırşay ve hada kaman fırşay. Abi natfu bi kull hudu u ala mahlun min hada el trab. Mishan ma yezu ay juz' minhu lanu hada haqqu la yuqaddar bi saman. لأن هالعظم عمره ملايين السنين، 150 مليون سنة بلكي. إيكنجي يوكارداكي جورسيلدي إنجليمي يابانلار كيم أولابيلير؟ شو برأيكم هدول مين هن؟ هدول مين هن؟ هدول باحثين بليم إنسانلار أدملار بليم أدملار بليم إنسانلار يعني فوتوغراف تشيكين كيشي هذا الشخص عبيصور مثل ما هو. نادين فوتوغراف تشيكيور أولابيلير شو رأيك ليش عبيسحب صور؟ ليش؟ بيلجيسيل فوتوغراف أولاراك يعني يكون صورة توثيقية بيلجيسيل توثيق بيلجيسيل جورسيل دي يير ألان فوسيل سيزجي ني زماندان بيري يير ألتندادر يعني من امتى هو تحت الارض؟ مليون لارجا يل فينكم تقولوا بين لارجا او انا بشوف مليون لارجا احسن. ايه طبعا هون عم بيقول لو كنت انت ضمن يوكارداكي ارشترمايا يابان بليم انسانلار سيز اول سايدنز لو كنتوا انتوا مكانهم فوسيل موزيي نصل
götürdünüz. كيف بدكم تاخذوا؟ كيف بدنا ننقله هذا؟ أنا برأيي إنه هذا كيف بدنا ننقله؟ ما بيصير نحركه أبداً أبداً أبداً. تحته منشيل أو هيك كل هاي الطبقة مع طبقة الترابية بياخدوه وبيشيلوه مثل ما هي بيحطوه بالمتحف. ما بيصير يتحرك أي جزء من أجزائه نهائياً، لأنه بس تحرك جزء منه بيتكسر وبجوز ينأذى هالمستحف. تمام؟ يعني فينكم تجاوبوا بو فوسيل هيتش دكون ماين هيتش حركات أول ماين ميزي جوترابيليرز، يعني فينا ناخدها على المتحف. هيك بيكون انتهينا من البرينجيبيلوم. رح نبلش درس الجاي بالإيكينجيبيلوم، دنيا مزه حركات لري، وهذا درس جديد أول مرة رح تاخده وكتير ممتع، رح نعرف عن حركات الأرض. بتمنى لهداك الوقت نلتقي بهمة جديدة، وبرجع بعيدكم نصيحتي أوكوماك 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 بالقراءة بتتفوق، بالأوكوماية بتتفوق عزيزي الطالب. تمام، هذه السلام.